مساء النور لأجمل متابعين أم جي عالم الترو. مولود بكرة 13 شهر، شو مخبلنا بكرة يا ترى؟ مولود غدا بعدنا بالدلو العشرية الثانية، موهوب لديه الكثير من المواهب في الأعمال الفنية اليدوية والحرفية، عنده إبداع حسي وخلق لأمور ممكن الإنسان العادي ما ينتبه لها. مولود غامض بنفس الوقت، لا يعرف أحد ما يدول بخاطره، لا يفصح عن نوايا، محب للعلاقات الاجتماعية، دائما تلاقوه بمركز الدائرة اللي فيها ناس كتير وهو محاط بالاهتمام، متردد في الحب والعاطفة، يقع الكثيرون في حبه ومن الصعب أن يحب أحد، ذكي ناضج مقدام على الحياة ومغامراتها، إيجابي محب لحريته. مولود 13 شهر يعاني من أوجاع الرأس، الأحلام السيئة والكوابيس، ألم في القلب. التوازن في الحياة هو مفتاح السعادة. في الحب يتفق مع الحمل، يختلف مع الجدي، أرقامه 4 و6، ألوانه الأخضر والبنفسجي، أيامه السبت والأحد. مواليد بكرة، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله يكون أيامكم كلها سعادة، وغدا تحديدا يوم أسعد أيامكم. شو مخبيكم بكرة؟ بكرة أشياء كتيرة رح تتغير بالتفكير، بالنضوج، باعتبار كمان أنتم داخلين على سنتكم الجديدة اللي تبدأ من غدا، عم تفكروا كتير بالنواحي العاطفية والعلاقة مع الشريك. الشريك بهالفترة عم حسه مبتعد عنكم، إما البعض منكم ترك علاقة ودخل في شيء جديد، أو انفصلتوا فكرياً وليس جسديا، يعني ممكن تكونوا بنفس البيت بس العقل منفصل والتفكير منفصل. اكتبوا لي بالتعليقات اذا كان هالشيء بيتطابق معكم. اما في المال والاعمال فالامور في تحسن، وهناك بعض الامور المالية الايجابية قادمة لكم ان شاء الله بهالسنة الجديدة. نساء هذه المواليد عندها تفكير بفتح اعمال جديدة وبعيدة عن الحب والعاطفة والشريك. كل عام وانتم بألف خير مرة تانية، وإن شاء الله يكون من الأيام السعيدة. عزيزي وعزيزتي الحمل، 13 من الأرقام القوية، أرقام النهايات والبدايات، إذا جمعنا الرقم بصير 4 4، هو رقم الحمل. يا ترى شو مخبيلكم 4؟ بكرة أشياء كتير بدكم تحاولوا سدادة من ناحية الديون. بعض الناس ممكن تطالبكم بالديون، او ممكن عم تفكروا انه جاييني مال بس يمكن ما يبقى معي انه بدي سدد ديوني، ولكن بذات الوقت هناك عروض مالية قادمة لكم. ناس منكم فقدوا عمل او تركوا عمل او عم بحاولوا يغيروا عمل، الوقت الحالي غير مناسب. النصيحة، إعادة الثقة بالنفس، عدم تفكير بالأشياء اللي بتخليكم ضايعين، ركزوا إحساسكم، خليكم ثابتين. رقم 4 من الأرقام القوية والمتطلبة غدا. احتمالات السفر من كتير إيجابية بهالفترة، ممكن الطيارة تتأخر، الورق ما يمشي، فيزا ما حصلوا عليها، تأجيل للسفر لسبب أو لآخر. مال قادم لإلكم وأحلام عم تجيكم، حاولوا تسجلوا أحلامكم لتعرفوا ما هي الرسالة إلا إذا كان الحلم بشكل سلبي. عزيزي وعزيزتي الحمل، اتصالات بتجيكم بكرة، أخبار حلوة وبشائر إيجابية، بالتوفيق لبرج الحمل. ثور، عملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. الثور بكرة عم شوفه عم يحاول يتفاهم مع الناس اللي حواليه بأفكار وطريقة جديدة. فئة منكم عم تفتعل مشاكل لأنه طاقتها عالية بكرة، نارياً عندها كتير حركة، حاسة بالمغامرة، مع أنه الثورة عادةً ما بحب التغيير، ولكن لسبب من الأسباب بكرة زهقتوا من الجلوس في المنزل، زهقتوا من الروتين اليومي وحابين تغيروا طريقة حياتكم. قد تفتعلوا المواجهة بشكل واضح أو في الخفاء، يعني يا بتعملوا مواجهة بالخفاء، بتعملوا شوية مشاكل، تعلقوا الناس ببعضها، يا أما ممكن تواجهوا تقولوا هاي هذا مش عاجبني،
التحذير انه اذا خسرتوا الشريك بكرة ما تسألوني 600 في رجوع، لانه مبين هناك تأخير بالرجوع لحوالي 6 أشهر، فانتبهوا بكرة على القرارات اللي بدكم تاخدوها. ثور الناحية المالية، بعض منكم بحس انه خسر اموال كتيرة على بعض الناس اللي ضيعت له امواله، ممكن حبيب، زوج، صديق، شخص بالعائلة، أولاده. عم تحاولوا ترجعوا تبنوا من جديد وتعملوا مال جديد، وهناك تطلع إلى الذهاب إلى مكان بعيد، السفر، الهجرة. بالوقت الحالي الأمور ما رح تحصل بين يوم وليلة، بدي إياكم تنتبهوا لأنه هناك حظ جيد قادم لألكم، وهناك مال وفرص للسفر والعمل، بس ممكن مع بداية الشهر القمري الجديد. بدكم من فول مون لفول مون، من اكتمال القمر لاكتمال القمر، في حوالي ما بعرف أنا كتير بالأشهر القمرية، يمكن 29 يوم 30 يوم. على كل الأحوال مع مرور شهر قمري أمور كتير رح تتغير لألكم، وبالتوفيق إن شاء الله. ثور بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك وسبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. بعض منكم عم يحاول يتاجر بالذهب او بالمجوهرات، الفترة غير ملائمة. عزيزي وعزيزتي الجمزة، شو مخبي لكم بكرة؟ بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك وسبسكرايب، علقوا الجرس، وابتعدوا عن المشاكل مع العائلة. حاولوا تكونوا سياسيين وحذرين، انا بعرف انه كل شيء بقلبكم على لسانكم، ولكن بكره حاولوا تكونوا سياسيين وعندكم بعض المرونه بشكل افضل. علاقتنا مع السرطان والحوت بدنا نتصرف فيها بطريقه ذكيه، جايز هن او اشخاص تانيين من صفات مائيه يطلبوا منا مال او يعرضوا علينا بعض المال للقيام ببعض الاعمال. عم شوفكم بكره بتدللوا حالكم، عم تشتروا تياب، عم تشتروا شوز، عم تشتروا اشياء للبيت، فئه منكم عم تعمل حفله للبيت. بليز اعملوا لي تعليق بي اذا كان هذا الشيء مطابق معكم. الحب جوزاء بكرة، الحب وجع بالقلب لسبب أو لآخر، يا أما الشريك عم يتدلل، يا أما أنتوا عم تتدللوا، أو في بعض الذكريات اللي زعجتكم جايز بكرة تمر عليكم بطريقة مزعجة شوي، أو أنتوا تكونوا حساسين. بدنا ننتبه من النساء، النساء بهالفترة ليسوا بمصلحتنا، بدنا ننتبه من الكلام اللي بدنا نقوله، بدنا ننتبه من القيل والقال. مثل ما نبهتكم شهر فبروري شهر القطط، والنساء احيانا بيكونوا زي الكاتس، واو كل واحد بيعمل مشكلة للتاني، او ممكن يخلقوا لكم بعض المشاكل، هناك بعض الغيرة. بليز انتبهوا. جوزاء يومكم 75% ايجابي، المال قادم، النجاح قادم، انتبهوا انتوا والحبيب ما تعملوا مشاكل، واكتبوا لي شو بصير معكم بالتعليقات. شكرا كثير لكم. عزيزي وعزيزتي السرطان، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. سرطان احلامنا، بعض مننا عم تعطينا نوع من الرسائل، فئه منكم عندها سفر اما لزياره الام او الاخت او الصفه اللي لها دور كبير بحياتكم من النساء، او بجوز هن يجوا لعندكم. ايضا سرطان بعد من احلامكم رح يتحقق قريبا في العلوم، عفوا الدراسات العليا، الهندسة، الطب، وتدريس بالجامعة والتمريض. هناك نجاحات، والطب النفسي نجاح بهذا المجال كتير عالي للبعض منكم. عزيزي وعزيزتي السرطان، فئة منكم إما اختلفت مع الزوج أو الزوجة أو انفصلوا، أو صار بعد الخلاف قبل تحديد الزواج. يعني إذا كنتم مجوزين ممكن بعض منكم تعرض للانفصال أو للطلاق، وفئة منكم كانت عم تفكر بدأت الزواج أو خاطبة والآن عم تبتعد عن هذا الموضوع لبعض الأسباب اللي الشريك بحس أنه أنتم ما كنتوا واضحين،
أو هناك تغيير في العلاقة. من ناحية الأطفال والأبناء غدا يوم جيد للمحاولة، أموركم جيدة، بننتبه من الاكتئاب عند البعض منكم. لقاءاتكم مع الأصغر عمرا بهالفترة إيجابية، ولقاءاتكم مع السلطة إيجابية أيضا. ألوانكم vibrant وجميلة، يومكم جميل تقريبا 85%. بليز اكتبوا لي بالتعليقات شو بصير معكم. شكرا للسرطان عزيزي وعزيزتي الأسد. بعد منكم سألني متى يستطيع الأسد المراهنة، صلي فترة كنت عم حذر الأسد. خلينا نشوف إذا سمح الوقت للمراهنات المالية، البورصة، شراء المعادن أو أي شيء تجاري. من ناحية المراهنات بدنا ننطر حوالي 10-15 يوم، ممكن الشهر القادم يكون أفضل في حال حبيتوا. في أمينكم خسرت بالمراهنات، ما سمعت نصيحتي أو كلامي، شهر 3 أفضل للأسد من هذه الناحية. عزيزي وعزيزتي الأسد، غدا من الأيام الجميلة، أيام اللي فيها التصالح مع النفس، التصالح مع الأصدقاء اللي حولكم. بكرة قراراتكم إيجابية في خصوص المال والعائلة. مبروك للأشخاص اللي عندهم ولادة، أما الأشخاص اللي عم بحاولوا فغدا في مجال يحاولوا من أجل الحمل. كاش ماني جاي لألكم إلى فترة متأخرة، حان الوقت أن تصل، وعلى الأغلب هالأسبوع أو بهالأيام القليلة القادمة بتوصل. بليز اتركوا لي بالتعليقات أشخاص اللي بدهم ينتقلوا من بيت إلى بيت، من مكان إلى مكان، أو يشتروا عقار أو بيوت جديدة، ألف مبروك. أيضا الأشخاص اللي عم بحاولوا يشتروا أو يتاجروا ببيع وشراء السيارات. السفر على الأبواب لبعض من برج الأسد بالتوفيق، وهناك تغييرات إيجابية في الحب، في العاطفة، انتقال إيجابي وموضوعي يأتي لكم ببشائر وأخبار جديدة. في أمينكم عند أفراح في العائلة، أزواج معروض لكم، الخطوبة موجودة، حب جديد وحب سيسحبكم مثل العاصفة، يغير حياتكم، تدخلوا في مجال حب وتفاهم ورومانس، ممكن لأنه هذا شهر الفالنتاين. بالتوفيق لبرج الأسد. عزيزي وعزيزتي العذراء، شو تأثير رقم 13 عليكم غدا؟ عذراء غدا إيجابيات كتيرة بلقاءات السوشيال ميديا، الانترنت، التواصل على الهاتف، الرسائل، اخبار رايحة، اخبار جاية، زوار جايين لعندكم. ممكن فئة منكم عم تحضر الى لقاء شريك الى زمان ما شفته، او حبيب قديم، والاشخاص اللي داخلين بعلاقة ثلاثية بعد منكم ستتحدد هذه العلاقة الى زواج بالايام القادمة. الدرس، هناك بعض المتاعب، أشخاص اللي عم يدرسوا عم يعملوا مشاكل، خصوصا أعمار الهاي سكول، بداية الجامعة، نص يعني عشرة تقريبا، شو بدي أقول، من ما عاد أتذكر صراحة التقسيم، صف عاشر، تاسع، صف 11، بكالوريا، عم شوف مشاكل مع الأهل، وجع قلب، وجع راس، أعمار 17-16-15، مش عم تتفاهموا أنتوا والوالدة، تراجعوا شوي، حاولوا تهدوا أموركم، لأنه ما رح يصير في أمور إيجابية داخل البيت إذا بتضلوا على هذا المنوال. أما الأشخاص، الأطفال اللي برجهم العذراء، إذا كانوا الأهل عم يحضروا، فأعمار 7 سنين 8 سنين أفضل، 9 سنين أفضل بالدراسة، بس طالما الدراسة طلع عليها تحذير فإذا بدنا ننتبه. اللي عندهم محكمة بدهم ينتبهوا، هناك خداع أو مكيدة تحضر لكم في سبيل أنه تخسروا المحكمة، أجلوا المحكمة إذا عندكم إياها بكرة. مرة تانية برجع بقول مبروك للأشخاص الحوامل واللي عم بحاولوا يجيبوا أولاد، إذا ما قلت لكم قبل. بالتوفيق لبرج العذراء، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك على الأشخاص اللي يجيكم شعر بس مباشر. ميزان، شو مخبينا بكرة؟
ميزان بلشت تتحسن الأمور عندكم بشكل كتير جيد، وعم شوف تغييرات حتى بفكركم وطريقة أسلوبكم في الحياة مع الشريك وداخل البيت. والآن واضح أنه الأمور هادية جدين، وبسعي لتغيير حياتكم إلى الأفضل، العمل إيجابي، هناك نجاح بالعمل، الأوقات هادئة، في تفاهم مع العائلة مع الأسرة في البيت، في تفاهم على صعيد العمل والمال، قرارات تتخذوها بالأيام القادمة بتفتح لكم مجالات جديدة، وقد تفتح لكم شراكة أو تجارة أو سفر، لقاء مع بعض الأشخاص لتحديد خطوبة أو زواج أيضا. عزيزي وعزيزتي الميزان، الحب بهالفترة عند البعض منكم عم يرتكز على الناحية الفيزيولوجية فقط، فإذا كان هيدا اللي عم تبنوا عليه الحب لازم تعيدوا النظر، لأن هذا النوع من الحب لا يدوم. بعض الأشخاص عم يعرضوا عليكم الزواج وعندهم اهتمام فيكم، ولكن ما بعرف إذا كان على الأغلب مش ما بعرف، مبين عندي إنه أنتوا اهتمامكم فيهم فيزيولوجي، إنما هن اهتمامهم فيكم حب، فما تضيعوا الحب من إيدكم. عرض للمال بيجيكم أو لعقود بالفترة القادمة، أشخاص اللي عندهم إرث بهالفترة في بعض اللخبطة، الأمور بالمحاكم منا ظابطة، الأوراق ناقصة، العائلة مختلفة على بعض الأموال، جربوا تحاولوا تنظموا أموركم. بدي أحذركم من عاصفة صغيرة بدها تجي بالأيام القادمة، إما داخل البيت أو بحياتكم العاطفية، حاولوا تكونوا حذرين بالقرارات اللي بدكم تاخدوها. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي العقرب، 13 هو رقمكم غدا بالترو، خلينا نشوف كيف سيؤثر هذا الرقم عليكم. تفاؤل كتير كبير بنهاركم بكرة، يوم سعيد وجيد، تغييرات إيجابية عم شوفها لألكم. أما داخل البيت فهناك بعض التغييرات الفكرية بالطريقة بالأسلوب بالتعامل، أنتوا كمان عم تحاولوا تغيروا وترفضوا آراءكم بهالفترة بشكل كتير قوي، مما يقلب موازين التعامل داخل البيت. بعد منكم جاي مال وعقود وصفقات وفرصة لدخول عمل جديد أو استلام عمل جديد. عقرب، عندكم الفرصة بالوقت الحالي لتفتحوا عمل لنفسكم. تغييرات إيجابية، لقاء مع الحمل، الثور، الجدي، الدلو، جيدة جدا. أما العذراء بهالفترة فعم شوفوا بعلاقته معكم مبتعد عن نفسه، عم بحاول يحل أموره الشخصية. الخلاف اللي حدث بينكم وبع أحد الأصدقاء أو الصديقات بهالفترة بده رواء إلى أن ينحل، كان في هناك بعض الغيرة. تلكم شهر 2 أنتم والنساء وجميع الأبراج بدكم تنتبهوا، الغيرة عالية بهذا الشهر. عزيزي وعزيزتي العقرب، العواطف عم تأثر عليكم كتير بهالفترة، مش عم تحكموا من هون، عم تحكموا من هون، فجربوا حاولوا تحددوا اتجاهكم دون العواطف، دون الغضب، دون التأثيرات العاطفية عليكم. خذوا قراراتكم بهدوء واتركوا لي بالتعليقات. ميرسي كتير لبرج العقرب. عزيزي وعزيزتي القوس، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. يا ترى شو مخبى للقوس غدا؟ قوس بكره عندكم علو بشيء او موضوع رح تنجحوا فيه او ترتقوا فيه او يوصل لايدكم. هذا الموضوع له فترة شغلكم، شغل بالكم، ويتعلق بأشخاص تانيين. هالأشخاص التانيين ما كانوا عم ياخدوا قرار لا يعطوكم نتيجة، الآن توصلوا إلى قرار وعندكم نجاح. حب جديد قادم إلى القوس، لقاءات واعدة مع بعض الشركاء، ولكن هاللقاءات مش كلها ممكن تثمر، هي واعدة بس قد لا تثمر وقد تثمر. خلاف مع الحوت والسرطان والعذراء بهالفترة على بعض وجهات النظر أو تحديد بالرأي. قوس أنتوا صراحة
عم تتعاملوا بطريقة كتير ذكية بهالفترة مع الأشخاص اللي حواليكم، مش عم يقدروا يقروا أفكاركم، مش عم يقدروا يعرفوا أنتوا بأي اتجاه رايحين. مراهناتكم زايدة، ابتعدوا عن المراهنة، الوقت ليس مناسب لكم، وبعض منكم صار عنده خسارة مالية ممكن يحاول تعويضها وبتتعوض، ولكن ما كان في داعي يفوت فيها من الأساس. خلاف مع الأسرة والعائلة والزوجة أو الزوج بالأيام القادمة. انتبهوا أيها القوس، عملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب، اكتبوا لي بالتعليقات إذا هالشي صار معكم. مرسي للقوس. عزيزي وعزيزتي الجدي، شو مخبينا بكرة يا ترى؟ ما هي الأمور التي سيكشف عليها غدا للجدي؟ جدي 13 هو 4 و 4 هو العمل، والجدية هو برج الحمل. متفق معكم تماما بكرة لأنه رقم قيادي، الحب قادم لكم وهناك انقلاب بحياتكم العاطفية إلى الأفضل. اللي انفصل رح يرجع إذا بدكم ترجعوا، واللي طلق سيعود إلى البيت إذا قررتوا هالشي. دائما هناك اختياركم، أوكي؟ فما في شي بيحصل إلا بإرادتكم. حب وخبر سعيد قادم لكم، انقلاب ايجابي بحياتكم، مال جاي لكم قادم لكم. بدنا ننتبه من الاشخاص اللي زعلتون او زعلوكم، رح يرجعوا يحاولوا يعاتبوكم في الايام القادمه، وحاولوا يفهموا لماذا حصل سوء هذا التفاهم، سوء التفاهم، ولكن علاقتهم فيكم عن محبه. صراحة جدي ما عم شوف اي شيء سلبي بكرة. اطلب تعطى، ايدكن ذهب. استثماراتكن وقراراتكن المالية حاولوا تكون من راسكن مش من راس حدا تاني، لا تدخلوا حدا بعلاقاتكن المالية والعملية. زوار واخبار بتجي من بعيد، قد تكون شوي حزينة عن مرض او شيء متعلق بناس بعيدين عنكن عفوا، ولكن بتسمعوا عن أحوالهم، حاولوا تتواصلوا معهم، تنوهوا عنهم أو تدعوا لهم إلى الشفاء. عزيزي وعزيزتي الجدي، الحب مثل ما قلت لكم على الأبواب، مشاريع جديدة على الأبواب، فترة إيجابية كتير. بعتقد أنه بالعشرين يوم القادمين رح يكون عندكم نقلة موضوعية إيجابية في الحب، العاطفة، الزواج، الدراسة، وحتى في أحلامكم أنتم نايمين. بالتوفيق للجلي. الدلو بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. دلو مرة تانية كل عام وأنتم بألف خير لكل الأشخاص اللي معايدين بكرة. دلو غدا عروض للعمل، عروض للعمل للبعض منكم، وبعض منكم ناطر عمل له زمان متأخر، إما أنتم ما عم تفتشوا بشكل جدي أو مش عم تفتشوا بالمكان الصحيح. عفوا. دلو غدا عم بيعمل ميزانية لأمواله، عم يشوف وين بده يصرف ماله، وين صرف، كيف بده يوفي ديونه، وتغييرات إيجابية بحياته. عزيزي وعزيزتي الدلو، اللي اختلفتوا مع الشريك بهالفترة هناك عدم تفاهم، وكتير من الأشياء اللي زعجتكم كنتوا خبيتوها تحت الطاولة، هلأ بدها تطلع، بدو ينحكى بهذا الموضوع، وقد تقرروا يا بتبقوا يا بتفلوا من بعد هالوجع الراس والمشاكل اللي صارت. وبعد منكم اكتشف انه الشريك خانه او دخل في علاقة ثلاثية. اشخاص اللي من الدلو عم بفتشوا على الحب قادم بالايام او الاشهر القادمة. فئة منكم حابة تترك البيت او تنتقل، الوضع ملائم. واشخاص تانيين عم بيعملوا تغييرات في إدارة بأعمالهم، أشخاص اللي عندهم عمل أو وظيفة أو بيديروا أعمال عم بحاولوا يغيروا بطريقة إدارة هذا العمل، إما أنتو أو الأشخاص اللي حواليكم، ولكن التأثير رح يكون إيجابي. فما تخافوا إذا حسيتوا أنه هالتغييرات ممكن تطالني، ممكن يطلعوني من الشغل، ممكن تنقلي بحياتي، شو بدي أعمل؟ ما في داعي لجلب هذه السلبية، الأمور جيدة. لازم تحاولوا تلاقوا طريقة
ترجعوا تحبوا عن جديد. الحب ليس بمعنى نتعرف على شخصية وتحبنا ونحبها، لا، نسامح، ننسى، ونحاول نحب الناس اللي حوالينا، ونعتز ونحب أنفسنا بالدرجة الأولى. هاي النصيحة كانت موجهة للدلو اليوم. بالتوفيق للدلو. عزيزي وعزيزتي الحوت، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. حوت انتوا رقم 13 ورقم 4 بكره، بعتقد هالارقام بعيده عنكم شوي، الا اللي كانوا اذا كنتوا حمل عتبه حوت او حوت عتبه حمل. حوت يوم جيد، لقاء مع الاسره، مبروك الاشخاص اللي جايين اولاد، في ناس حامل ما بيعرفوا، بليز اعملوا تحليل، اكتبوا لي بالتعليقات، واللي حابب انه يجيب اولاد غدا من الايام الجيده. اخبار كتير حلوه بتجي من بعيد، هناك مش كاش ماني، لا بدي اقول ارث، عطاء، وحدا بيوهبكم شيء، بيعطيكم شيء، بتلاقوا مال، ممكن بالطريق انتو ماشيين تلاقوا مال، تلاقوا ما بعرف في شيء ثمين رح تلاقوا، او يعطى او يهب لكم. حوت الزواج على الابواب للبعض منكم، وفئة منكم ممكن عندها زواج بعائلتها، اولادها، وهذا الزواج ممكن يعطيكم نوع من الهبة، يعني دخول مبلغ مالي كبير، ذهب، مجوهرات، شيء ممكن تتصرفوا فيه انتو، او انتو يكون لكم حرية التصرف. مبروك، واللي بيصير معه هالشي بليز يكتب لي بالتعليقات. عزيزي وعزيزتي الحوت، هالبروموشن او علو المقام بالعمل اللي لكم فترة ناطرينه اصبح قادم وحقيقي، يا ترى حصلتوا عليه ولا بعد؟ خلوا ثقتكم نفسكم عالية، الديون تقريبا بعض منكم وفى منا كتير جيد، والان عندكم مال كاش قادم، وفئة منكم عندها عرض مالي سيعرض عليكم، او بيسألوكم تسلموا قسم او رئاسة بشيء بالعمل، وهناك نجاح عليكم، اقبال، ناس مهتمة فيكم كتير، اخبار كتير ايجابية بتجيكم بالايام القادمة. حوت الوالدة، للاشخاص اللي والدتهم موجودة بحاجة لكم، او الاخت الكبرى، او مساعدة لكم لبعض النساء. بالتوفيق للحوت. اما من ناحية الدرس والدراسة بهالفترة، عم شوف الحوت عنده نجاح، عنده تقدم، وبعض منكم حيسافر ويستلم دراسات عليا خارج البلد، او عندكم بعثة رح يجيكم منها بعض المال. شكرا كتير لجميع، بحبكم انتو وكل الابراج، عملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، انا ميا جندي، تصبحوا على الف خير، سلام، باي.